فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدتي كبيرة في السن وتصلي جالسة، ولكن كثر معها السهو في الصلاة حتى كاد أن يكون في كل صلاة تصليها. سؤاله: هل عليها حرج إن تركت الصلاة تماما مع أن عقلها معها؟ لا، ما تترك الصلاة، تصلي على حسب حالها ومقدرتها. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.